إنه أنا منى نحلة، أصلي من يافطة الناصر ومتجوز لكفر كنا، صار لي 17 سنة بكفر كنا، عندي 4 أولاد، بنتين وولدين. بنتي بدها تتعلم مش بإسرائيل، بدها تتعلم ببريطانيا. هي كانت، فإحنا عم نحاول إنه نقنعها إنه هون أنجح لها وأسهل التعليم. يعني أنا بتمنى إنه بنتي تكون متفتحة أو إنه تعرف بالحياة أكثر من إحنا كيف إحنا تعودنا. إنه أنا كنت حابة إنه شوي تكون عندي اللغة العبرية أحسن. شغلي كان بين عرب، ما كانش في عندي لزوم إنه أحكي بالعبري. أما اليوم لا، اليوم أنا مضرورة إنه أكون أعرف لغة عبرية. أمنيتي إنها إنه يكون في حياة أهون ومثقفة وثقافة أكثر لأولادي من اللي أنا حصلت عليه. في أشياء اللي هي شوي بعد بدها، يعني بدها تغيير إنه تكون للأحسن. في الشروط بالمعدسات عنا شوي بتيجي كتير متأخرة، إشي بسيط مش هالكات صعب، يعني إنه يصير في تغيير للإشي الأحسن، لأنه إذا موجود بمناطق يهودية ممكن يصير بمناطق عربية.